شفاكم الله وعافاكم. حضرتك الاستاذ مدحت؟ مدحت مين؟ انا مش مدحت، لكن لو انت عايزني ابقى مدحت عشان خاطرك انت بس هبقى مدحت قوي، مدحت خالص، مدحت جدا، مدحت جدا جدا. ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه يا عم. حضرتك الاستاذ مدحت؟ لا يا سيدي مش الاستاذ مدحت. عايز ايه بقى؟ لا مفيش حاجه. انت كنت بتعمل ايه؟ مش شغلك. يا استاذ مدحت ايه؟ ايه؟ ايه رايح فين؟ لا انا داخل. داخل فين وتعمل ايه؟ مش هنا برضه وزارة الخارجية؟ هي دي وزارة الخارجية. طيب انا جاي هنا عشان الاستاذ مدحت. مدحت مين؟ وبيشتغل في اي ادارة؟ والله اللي اعرفه ان اسمه مدحت بس، هو بيشتغل في الادارة التعليمية في المجمع. هو جاي اصله عشان يقضي مأمورية وانا جاي عشان استعجله. نوع ايه المأمورية اللي جاي يقضيها عندنا؟ هو جاي يقضي حاجة. ايه هي الحاجة؟ هو يقضي حاجته، هي بتتقال كده في اللغة العربية، يقضي حاجته يعني انا هقول لكم على كل حاجه بصراحه. الاستاذ مدحت اصله جاي هنا عشان يخش الحمام. الحمام؟ ايوه طبعا. حضراتكم عارفين ان حمامات المجمع فضيحتها بجلاجل. الاستاذ مدحت ابن ناس، ابن اصل، يحب يخش مكان عليه القيمه نظيف، هيكون في المكان ده غير هنا في وزاره الخارجيه. هو كان بيشرفنا قبل كده. يا سلام. لكن الجامعه العربيه لما عملت تجديدات شامله أيوة. بقى يروح هناك وهي قدامك اهي في الجامعه العربيه. في الجامعه العربيه. طب يا اخوان احنا متشكرين قوي. العاف. مين؟ العاف. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ده حضراتكم اخوات؟ ها اخوات انتوا بس مش عايزين تقولوا. مين فيكم غير التاني؟ كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. كانت معانا يا سعاده الباشا وبتعمل زي ما بنعمل بالظبط. هند حضرتك يقولوا لي يقولوه، وانا كمان من حقي اقول اقوالي وحضرتك تسمعها وتكتبها. انا اتقبض عليا في مكان عام في كافيتيريا لوكاندا محترمه 5 نجوم. مش زي ما هو مكتوب في المحضر في شقه مفروشه. على مين الكلام ده يا بنت؟ من حقي اقول اللي انا عايزاه، والنيابه يا تاخد بيه يا لا. انما حضرتك عايز توديني النيابه ليه بحاجه ما عملتهاش؟ حضرتك هتكسب ايه؟ زميلتكم دي قلت الادب قوي، وزي ما شفتم بنفسكم غلطت، وده مش كويس عشانكم، وانتوا عارفين كويس قوي ان الحسنه بتخص والسيئه بتعم. لو اتربت كويس المحاضر القديمه كلها هتتقطع وتتكتب محاضر جديده وتنظر فيها النيابه وتؤمر بالافراج عنكم. انت السبب يا ماما، انت اللي صممت اتجوز بنت اختك اللي سودت عشتي، لكن الله يسامحك عشان انت ماما، لكن هي لا. يا رب يا رب تتجوز واحد من بعدي يسقيها المر ويوريها العذاب الوان والوان. يا واد اسمع كلامي وقوم ترجعها علشان يسامحك، ده راجل شراني. انا ما غلطتش عشان يسامحك، وبعدين يعمل اللي يعمله، انا مش هنزل لنفسي لاي مخلوق. يا واد اتصل باركان حرب المعسكر هيبعت 2 حرس يستلموك محبوس. اديني قلت لك وانت حر. امجع المحضر اعملي معروف، المعامله في النيابه زي الفل، خرجينا من هنا بقى. انتوا عارفين ان انا ما كنتش شغاله معاكم. ايوه يا حبيبتي كنت شغاله معانا. هو لازم الشغل يبقى على السراير عشان يبقى شغل؟ هند امضي على المحضر بدل ما تخرجي من هنا على نقاله. حد فيكم يقربني. ماما كل هدومي تحرقيها. لا بلاش تحرقيها، ولعي فيها، ولا اقولك سميها. وعاوز اعرفك ان لو بنت اختك مشيت في جنازتي
هيكون عذابي عذابين. وعاوز اعرفك كمان طريقه انتحاري انها طريقه السقوط من اعلى، وقد جاءتني هذه الفكره من التلفزيون، من فيلم بين السماء والارض. كم تمنيت ان يتعطل المصعد ولا اصل الى السطح، ولكن العجيب في الامر ان مصعد مجمع التحرير لم يتعطل، انه قدر. لا ده انا جاي اصلي عشان الاستاذ مدحت. مدحت بيه لسه واصل، اتلاقي على باب الاسانسير. طب كويس الحمد لله. يا استاذ مدحت سخرتها. مدحت بيه؟ ايه في؟ لا فادي مفيش، بس سيادتك عندك حق. زي ما انا شايف سيادتك مش تيجي جامعه الدول العربيه، انت تروح الامم المتحده عشان تاخد راحتك هناك اكتر. والله يا فندم انا كنت مستغرب الموضوع من الاول ومندهش يعني، بس بعد ما شفت سيادتك على حق. هو ايه الموضوع بالظبط يعني؟ لا معقول هشرح لسيادتك الموضوع، وسيادتك واقف محصور برضه. انا محصور؟ طبعا سيادتك محصور انا عارف. شوف بقى سيادتك تخش جوه تستريح، تعمل اللي انت عايزه، تخرج اشرح لك الموضوع وكل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. وتفضل سيادتك، شفاكم الله وعافاكم مقدما باذن الله. انت عايز مدحت مين بالظبط؟ سيادتك الاستاذ مدحت بتاع الاداره التعليميه بتاع المجمع. مجمع ايه؟ مجمع التحرير. تحرير؟ ايوه. يا زكي. زكي مين؟ يا الله. انا مين؟ يا زكي. اخوانا احنا اخوه واشقاء، ولا داعي استعمال العنف. ممكن اهلك يتعجبوا لك ده يا راس البيت. شوف يا اخ، الاستاذ مدحت ده اصله ابن زواج وعضو في نادي الجزيره والحملات اللي هي واخده يعني. والله العظيم عارف، دورت عليه في جامعه الدول العربيه، في وزاره الخارجيه، في كل اللوكندات اللي حواليكم ما لقيتوش. انا مش منقول من هنا لما الشغل يخلص بمدحت، بتامر، بسوسو، بالوزير، بالجن الازرق. مش منقول من هنا. بتهدى يا استاذ، اهدى شويه. مش هقعد زي ما انتم موظفين، انا كمان موظف ومسؤول. 15 مليون مواطن في البلد اللي بقدم لهم خدمات. انا شغلي في كل حته، في البيوت، في الشركات، في المصانع، هنا كمان. زي ما بشوف مصالح الناس لازم حد يشوف مصالحي. انا مش طالب اكتر من حق، انا معتصم هنا لغايه ورقي ما يخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت فاكر نفسك فين يا جدع انت؟ اتفضل غور من هنا قبل ما ماما اوديك في 60 داهيه. انت لو خلصت لي شغلي هتاخد ثواب اكتر. ربنا ما خلقناش عشان نصلي طول الوقت، لكن حدد كل حاجه وقتها. الصلاه اللي تعطل الشغل صلاه باطله. ها انت كمان بتهاجم على الصلاه يا عدو الله؟ انت ايه ملتك؟ ايه ديانتك؟ ايه انت كافر؟ انت باي حق بتفرني؟ ما احنا مريتين وملة دلوقتي، ولا انت حتى بتغوش وخلاص؟ انا بغلوش، انا بغلوش. انت بتسوقني؟ طب انا بقى هوديك في داهيه. صلاه العصر بتاعتك ان شاء الله هكون في النيابه. دخولك السجن ان شاء الله يكون على ايديا. اعتداء على موظف اثناء تهديد عمله. البوليس الأمن، الأمن والبوليس، البوليس والأمن. ألو ألو يا أمن، الحقونا الحقونا.
وسعي منك ليه.